أستاذ محمد أبو باشا مدير المجموعة المالية هيرمس القابضة. الأسواق اللي بتتشابه في ظروفها أو في أحجامها مع السوق المصرية، كيف كانت تجربتها في مسألة زيادة حجم الاستثمارات، زيادة إسهام القطاع الخاص، وإلى أي مدى يمكن أن نستفيد من هذه التجربة، وكيف تنظر أصلاً إلى السوق المصرية؟ تمام، أشكرك وشكراً دكتور رئيس على الاستضافة. يمكن أنا هحط مداخلتي في جزئين. جزء أولاني ممكن نتكلم على رؤية المستثمرين بالنسبة لمصر بالذات في ظل وثيقة الدولة الملكية. طبعا المستثمرين في الاجانب في نظره كبيره جدا لفكره وضوح الرؤيه، اظن احنا كلنا ما اتكلمنا عليها. فكره السنين اللي فاتت كان في تركيز كبير للاستثمارات الدوله في قطاعات مختلفه. النهارده المستثمرين بيحاولوا يشوفوا وضوح الرؤيه بالنسبه لمصر بفكره تمكين القطاع الخاص وايه القطاعات وايه التوجه العام بتاع الدوله، وده شيء مهم جدا. أظن النقطة الثانية المهمة بالنسبة للمستثمرين جدا هي فكرة الطروحات، زي ما الدكتور منير أشار إن الطروحات دي مهمة جدا، ومش بالنسبة للبورصة طبعا بتعطي شفافية أكتر، بتعطي فرص استثمارات كبيرة جدا بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الأجانب. ولكن المهم أكتر برضو فكرة الحصص السوقية فعلا بالنسبة للقطاعات اللي هي بيتم فيها الاستثمار، بمعنى إن المستثمرين بيحاولوا يشوفوا مش مجرد ان في شركه بيتم فيها تخارج او بيتم فيها مشاركه ما بين القطاع الخاص والعام، ولكن هي الفكره ان يكون في تحرر اكتر بالنسبه للقطاعات، تقدر القطاعات دي تكون قاطره للنمو. لان احنا لو شفنا ان في تخارج او نوع من الاستثمار في شركه او شركتين، ولكن ما زالت الدوله مسيطره بشكل كبير على القطاع ده، ده بالتاكيد بيحد من الفرص الكبيره ان يكون في استثمارات كبيره في القطاع ده. فبيبقى في ترقب لان يكون في الحاجات دي الخطوات دي يعني ينتج عنها تغييرات هيكليه. النقطه الثانيه بالنسبه للتجارب الدوليه، يعني احنا من واقع عملنا وتغطيتنا الاسواق كثيره في نشأة سواء في افريقيا او في اسيا او حتى في شمال افريقيا، وبالنسبه لفكره تعزيز التنافسيه اظن من اكثر السياسات اللي كانت واضحه جدا في الدول اللي هي الناجحه في قطاعات معينه، هي فكره التارجتد بوليسيز او السياسات الموجهه بالنسبه لقطاعات معينه تخدم الانتاجيه بالنسبه للدوله. بمعنى ان مثلا لو هنبص على دوله زي بنجلاديش مثلا، بنجلاديش ركزت في قطاع زي القطاعات النسيجيه بشكل كبير جدا، لانه قطاع بيركز على اولا طبعا قطاع تصديري، والنقطه الثانيه ان هو قطاع بيبقى فيه فرص عمل كثيره جدا بالنسبه للمراه. المراه النهارده احنا عندنا نسبه بطاله يمكن بالنسبه للسوق عامه او الاقتصاد يمكن تكون من اقل مستوياتها، ولكن نسبه بطاله بالنسبه للمراه مرتفعه جدا، لسه ما زالت ما بين ال 17 و 20%، ودي نسبه كبيره جدا. دولة تانية زي مثلا فيتنام في تركيز على صناعات معينة، وعلى يعني احنا في فيتنام صادراتها تقريبا في حدود ال 320 مليار دولار. في شركه واحده، شركه تكنولوجيا واحده، حصتها السوقيه في هذه الصادرات 75 مليار دولار. التركيز اظن على فكره الشركات اللي موجوده، يمكن احنا عندنا شركات هنا موجوده في مصر اجنبيه بتستثمر وبتصدر، ولكن ما اظنش ان هي لسه بتنظر لمصر نظرا ان انا اقدر اتوسع، ولا النهارده بستثمر 20 30 مليون دولار اقدر السنه الجايه اخليهم 100 والسنه اللي بعديها اخليهم 200. اظن فكره ان احنا يبقى في سياسات موجهه اكتر شويه، طبعا في اهتمام بسياسات كبيره والمناخ العام وكل ده شيء مهم، ولكن اظن برضو فكره التارجتد بوليسيز دي مهمه جدا، ان في قطاعات معينه احنا النهارده في شركات موجوده في مصر بتصدر لافريقيا وبتصدر لاوروبا، ولكن لسه ما شفناش حجم انها تاخد حجم كبير جدا يقدر ان هو يضاعف الصادرات دي بشكل كبير. واظن النقطه دي مهمه جدا، لان احنا طبعا احنا بنشهد لحظه في العالم فيها اضطرابات كثيره وفي حاجات كثيره جدا بتتغير وفي تراجع في العولمه، ولكن انا اظن ان هي بتشكل لينا احنا هنا في مصر فرصه كبيره جدا، ان فكره التفكك سلاسل الامداد، وان النهارده الصين اللي كانت تعتبر المصنع الكبير بالنسبه للعالم وحتى في اسيا، سواء ان نظرا لارتفاع تكلفه الانتاج هناك او نتيجه
التحدي الكبير اللي شكلته جائحة كورونا بالنسبة للشركات إن هي محتاجة تشوف سلاسل الإمداد بتاعتها أقرب لأسواقها. إحنا نبص مثلا على أفريقيا أو وإحنا بين أفريقيا وأوروبا، أظن إن يعني في المنطقة كلها مفيش غير 3 دول تقريبا هو اللي ممكن يحصلوا على الاستثمارات دي، هما ما بين تركيا ومصر والمغرب. إحنا أظن من مهم جدا إن إحنا نكون نشوف إحنا حصتنا فين من الاستثمارات الكتيرة اللي عمالة بتخرج من دول زي الصين ودول زي في جنوب شرق آسيا، إن هي تبقى إحنا حصتنا فيها قد إيه. أظن ده مهم جدا، وشايف إن فكرة اللي هي التارجت بوليسي دي مهمة جدا، إن إحنا الشركات دي نشوف هي محتاجة إيه، سواء أي نوع من الأنواع الاستثمارات معينة، مساعدات معينة، الحاجات دي كلها. لأن زي ما شفنا في الدول الكثيرة من الدول الناجحة دي، ده بيخلي إن يبقى في تركيز أكتر على الدول وفي تعاظم كبير جدا بالنسبة لاستثمارات الشركات دي في الفترة دي. فأظن إن ده ممكن يخلي حاليا إن هي ممكن تكون أزمة كبيرة في العالم، ودي تشكلات مش مجرد سنة أو اتنين، ولكن دي الهيكل الصناعي نفسه في العالم بيتغير. ان انا الصراحه شايف ان دي ممكن تكون فرصه كبيره جدا بالنسبه لمصر، ان هي يكون ليها نصيب الاسد من الاستثمارات دي، تقدر ان هي تعمل نقله كبيره جدا بالنسبه للاستثمارات وخلق فرص العمل والاستثمارات الاجنبيه في مصر. طيب معلش، في اقل من دقيقه استاذ محمد، حضرتك طرحت فكره استقطاب رؤوس الاموال الخارجه من بعض النطاقات على خلفيه الازمات الحاصله ايا كان مسبباتها، في دقيقه لو تكرمت، هل في اليه او استراتيجيات معينه على اساسها يمكن انتقاء استثمارات بعينها ليه تستقطب في السوق المصري؟ يعني اولا انا اظن ان احنا في اوريدي شركات موجوده، انا برضو هكرر زي امبارح العديد من الحضور برضو ركزوا في فكره الاشياء اللي هي الموجوده، لان احنا طبعا في وقت صعب جدا عالميا وعدم اليقين يعني موجود بشكل كبير جدا، ففكره ان يبقى في شركات جديده تيجي لمصر لاول مره دي بيبقى تحدي كبير شويه في الفتره دي. ولكن هو زي اي استثمارات في الدنيا، لما الشركات بتلاقي الشركات تانية اوريدي موجوده وبتنتج وبتستثمر، هتلاقي ان الاستثمارات على طول بتيجي مع على حس الشركات دي كلها. وده مثلا انا يعني برضه هعيد اشير دوله مثلا زي فيتنام، لان احنا كنا يعني كان عندنا زياره في ليها الاسبوع الماضي، نظرا لان هم اوريدي مثلا عندهم استثمارات كبيره في التكنولوجيا سواء من استثمارات اجنبيه او محليه. النهارده دولة زي فيتنام وفي ظل عدم اليقين الكبير والتطورات الكبيرة بتحصل في العالم، الحكومة قاعدة وبتلاقي الناس بتخبط على الباب عندها بتقول لها احنا عايزين نيجي ونستثمر هنا، لان هم شايفين اضطرابات في الصين، اضطرابات في تايوان، اضطرابات في دول تانية، عايزين هم يبقوا موجودين. بس ده لان هم طبعا عندهم خالقين بيئة وخالقين صناعات موجودة. فأظن ان احنا باللي موجود اوريدي عندنا ممكن ان احنا نخلق المناخ ده، بحيث ان كمان سنه او اتنين او تلاته لما كمان ممكن تكون الرؤيه الاقتصاديه توضح اكتر يكون البيئه اوريدي موجوده تقدر انها تجذب الاستثمارات بشكل مباشر. شكرا جزيلا لحضرتك.